سيدي المشاهد، عزيزي من جمهور الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد والمصري وكل الأندية الجماهيرية، وربنا أنت الوحيد اللي ما بتاخد أي حاجة في أي حاجة، فمش معقولة لا تاخده تاخده شوية أمراض، صدقني يعني بالك بالبلد. أنا باخد فلوس ورجب بياخد فلوس وعم فكري بياخد فلوس وبهاء بياخد فلوس وكل اللي في استوديو بياخدوا فلوس والحكام بياخدوا فلوس واللعيبة بتاخد فلوس والمنظومة كلها بتاخد فلوس متعشية والناس بتعمل شغلها وتروح تمام. طب انت ايه بقى؟ ما بتاخدش حاجة، متعتك انك تتفرج على الكورة، فارجوك خليها بس في المتعة، ما توصلش الموضوع انك تبقى تعبان عشان ماتش كورة. انا بقولك عشان ايه نجيب من الاخر يعني، انا بجيب لك والله بحب دايما نجيب من الاخر وماليش في الكلام المزوق، من الاخر موضوع بسيط اقبلها كده بقى، اقبلها على 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 ظروفها دي، فخليك فاهم اتبسط بالماتش، في حاجه نتيجه سلبيه ما تاخدهاش على اعصابك، لا يعني لا هينفعك اي نادي من الانديه لو جرى لك لا قدر الله حاجه، مش هينفعك، مش حاجه تنفعك يعني، تنفعك يعني تخيل نفسك كده قدام ولادك وعيلتك واسرتك وقرايبك واصحابك عشان خاطر الماتش كله، مش معقول. الحب حلو جدا، حب الكوره حلو، حب الانتماء للنادي حلو، بس مش على اعصابك.